طيب، عندنا أسئلة كتير جدا عن مرض السكر وليه أصاب سن المراهقين والشباب في الفترة اللي فاتت، وإيه المؤشرات وإزاي نقدر نتجنب ده. أسئلة كتير هيرد عليها أستاذنا اللي منورنا على التليفون دكتور طارق يوسف سعد، استشاري البطنة والسكر والجهاز الهضمي. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور. عايزين نعرف في البداية يعني سبب زيادة إصابة الشباب بالمرض ده آخر 30 سنة. هو حضرتك قلتي الإجابة من ضمن المقدمة اللي قلتيها، فعلا إن ظروف الحياة اتغيرت، رتم الحياة بقى سريع، الوجبات بقت سريعة، والقصة دي طبعا مشاكلها كتير، سهولة الحصول على الأكل عن طريق وأنت قاعدة مكانك، ما بتنزليش تتحركي ولا تروحي مشوار، فكله اللايف ستايل، إن الواحد لازم يشتغل فترات طويلة جدا، بيرجع مرهق، بياكل وجبة واحدة متأخر بالليل، طول اليوم بيبقى يعني حارم نفسه من الأكل. العادات الغذائية اختلفت مع الضغوط العصبية، ساعات الناس بتحط همها في الأكل، فاللايف ستايل اتغير بطريقة يعني ملحوظة جدا في ال 30 سنة حضرتك اللي قلتيهم أخير. فده أدى إلى زيادة معدل الإصابة بالسكر من النوع الثاني، وكذلك السمنة، لدرجة إن إحنا بنسمي السكر دايابيتس وبنسمي السمنة أوبيزيتي. بقى في مصطلح جديد دلوقتي اسمه دايابيزيتي، اللي هو سكر وسمنه. دايابيزيتي. فالقصه كلها بقت متصاحبين، يعني زي الصباعين ماشيين مع بعض نفس الطريق. اوكي. السمنه بتزود مقاومه الانسولين وبيصاحبها امراض كثيره جدا. وخلاص اعتبرت مرض، يعني السمنه بقت مصنفه كمرض يعالج زيه زي السكر، زي الضغط، زي اي مرض ثاني، لان ليه مخاطره ومرتبط بامراض كتيره جدا. السكر من النوع الثاني حضرتك بتقولي بيزود احداثيات الوفيات، دي حقيقه. ولازم الناس تعرفها عشان ما تستهنش بموضوع السكر. لان السكر ان لم يكن صديق فهو عدو. صح. وازاي يبقى صديق؟ ان هو يبقى تحت السيطره الى حد كبير، ما ينفعش يعني ما ينفعش يبقى الانسان مش ملتزم في اكله وشربه وحياته ومتابعته لمرضه، والا هيدفع ثمن ده. طب ايه الفرق بين النوع الاول من السكر والنوع الثاني يا دكتور؟ تمام. هو مين فيهم اخف وطأه؟ يعني مين فيهم الامور تمشي معاه كويس، ومين فيهم لا اتقل واصعب ويخوف؟ هقول لحضرتك مفيش حاجه اسمها ده اتقل وده اخف، هو كل واحد ليه مخاطره. الاخف هو الكنترول، اللي هو تحت السيطره، سواء النوع الاول او النوع الثاني. النوع الاول طبعا اصعب، لان مخاطره كبيره شويه، انه ممكن يخش في غيبوبه اسرع، ممكن يحتاج ياخد محاليل وتخش مستشفى كتير. لو السيطره عليه صعبه طبعا، لان بيجي سن صغير، والاطفال بالذات بيبقى صعب انك تمنعه من كل الحلويات. ده بيتولدوا بيه الاطفال يا دكتور؟ هو عاده النوع الثاني بيبدا من بعد سنه، واحيانا في بعض الانواع بتظهر في الشهور الاولى من الولاده. طب لو انا مثلا، انا كان عندي صديقه يعني اكتشفت على سن تقريبا 8 سنين ان ابنها عنده سكر، فهل ده معناه انه كان مولود بيه وهي ما اكتشفتش؟ لا لا لا، هو لا طبعا. السكر في السن الصغير عاده بيعلن عن نفسه بسرعه، لانه اي حلويات بياكلها، وانت عارفه احنا دايما عندنا عاده خاطئه برضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنفتحها، ان احنا بناكل الاطفال الحلويات كرد فعل لانه انجز حاجه. صح. في المدرسه او صحيح. كان فدي حاجة خاطئة، مش حاجة. طب امال هو جاله وهو عنده 8 سنين السكر ده وراثي مثلا؟ هو يعني هي في لغاية دلوقتي النوع الأول عليه نظريات كتيرة جدا، في جزء كبير مرتبط بالجينات الوراثية، العوامل الوراثة يعني في الجسم، وفي جزء مرتبط بالعوامل اللي هي الإصابات الفيروسية. يعني أحيانا عدوى فيروسية ممكن تعمل، بس طبعا الجزء الوراثي هو ليه دور أكبر يعني، لكن هي كلها نظريات. النوع الثاني بيبقى زي ما حضرتك قلتي كده، في مقاومه انسولين. في الاول بتبدا بمقاومه انسولين، حتى بتقيسي للمريض انتاج الانسولين الداخلي تلاقيه كويس جدا واعلى من الطبيعي، بيفرز انسولين جسمه اعلى من المعدل، بس بعد شويه البنكرياس ده بيجهد، زي ما يكون انت بتستخدمي الحاجه اكتر من طاقتها، فبيحصل لها اجهاد. فالبنكرياس لما بيجهد بيبتدي يقل الافراز، فيبقى في الاثنين، في نقص في الافراز ومقاومة للفعل بتاع الانسولين نتيجة السمنة، بيحصل حاجة اسمها داون ريجوليشن للمستقبلات بتاعة الانسولين. طيب. انا شاب او انا شابة في عمر 30 في عز شبابي زي ما بيقولوا، تمام.
تمام. ايه اللي يخليك تقولي روحي اعملي تحليل سكر لما تشوف ايه؟ اللي بيسمعونا دلوقتي لو عندهم الحاجات اللي حضرتك تقولها دول دي يقوموا يعملوا تحليل سكر، ايه هي الحاجات دي؟ في ناس كتير اكتشفناها من غير اعراض، فالفحص من غير ما يكون عندي اعراض ده مطلوب، بس طبعا مطلوب خاصة لو عندي تاريخ عائلي قوي، يعني لو انا في اكتر من شخص في عيلتي من ناحية الاب او الام عندهم سكر هفكر كتير، لو انا وزني زاد في الفترة الاخيرة هفكر كتير، لو لاحظت اعراض معينة زي ان رقي بينشف كتير، ان انا بدخل الحمام كتير، بيحصل لي اعياء، همدان، اوجاع في جسمي، عدم طاقة، تركيزي قل، يعني في اسباب كتير جدا تخليني افكر. بقى انا مش لازم استنى الاعراض تبقى واضحة وضوح الشمس عشان ادور، ده بالعكس في ناس عندهم اعراض واضحة وما بيصدقوش انه عندهم سكر. صحيح. لانه مش عايز يكتشف عشان ما يتمنعش من الاكل. طبعا. هو فاهمها كده. بس الفهم ده خاطئ واحنا بنحاول نصلح الفهم ده مع الناس. طيب دلوقتي انا كأم وشايفه انه مرض السكر ده بدا ينتشر بين الشباب والمراهقين كتير، اقدر اعمل ايه؟ يعني لو انا كأم عندي طفل كده عنده سنه وبدانا بقى نخش في البونبون والشوكولا والحلويات والمش عارفه ايه، وبدا تيتا تدوقه دي وخالته تدوقه دي والبطاطس المحمره والبانيه، اعمل ايه؟ عشان كده بقول لحضرتك العادات الخاطئه دي من الاول لازم احنا نعمل حاجه اسمها توعيه للام. يعني الحقيقه يعني انا بنصح الناس قبل ما تدخل في تجربة الأمومة إنها تدرس عن تربية الطفل، تقرأ كتير عن تربية الأطفال، صحيح. وتقرأ كتير إن أسلوب التربية الصحيح عشان ما يبقاش الموضوع مفاجأة ليها، حتى من قبل ما تدخل في الحبل، صح. أحيانا قبل الجواز بيبقى القصة كلها إن أنا عندي ثقافة إزاي أتعامل، صح. يعني أنا عندي ناس قريبين مني جدا عندهم ثقافة إن ما ينفعش الطفل ده يأكل حلويات او حتى لسن معين، يعني ساعات بندخل الحلويات على اولادنا في وقت مبكر جدا وسن مبكر جدا، حياه يعني تبقى حاجه كده لان هو هيستحلاها وهيبقى عايز من دي بس مش عايز واي حاجه عاداها هتبقى حاجه مسخه ومش عاجباه، بتغيري ذوقه بتلعبي ذوقه. بنشكرك يا دكتور. يعني شكرا. قبل ما تتكون شخصيه الطفل بالكامل بيبقى الام هي الجايد، صح. هي اللي بيحطه ده وده، انا بشجعه طب خد دي خد دي خد دي، جرب كل الحاجات دي هتحبها ودي هتحبها ودي هتحبها، مش هحب بس الحلويات، ما ينفعش كل حياتي. احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. الحقيقه الدراسه دي مهمه جدا جدا.